بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أترحم على شهداء عملية بركان الغضب والشفاء العاجل للجرحى والعودة للمخطوفين، كما أهني جميع الشعب الليبي بقدوم عيد الأضحى المبارك. في الحقيقة نحن كتيبة أو لواء شباب المرابطين في هذا المحور نتبع لواء المحجوب في محور صلاح الدين. نهني كل أخوتي التوار بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، ونبارك للشعب الليبي. وفي الحقيقة نحن على أتم الاستعداد في إعداد واجبنا للدفاع عن الوطن ومدنية الدولة ولا للحكم العسكر. كما نهني القناة الرسمية باستضافة هذه الحلقة وهذا النقل من الجبهات في استراحة محارب. الحمد لله بالنسبة لعزيمة الشباب في محور صلاح الدين وفي باقي المحاور، معنويات مرتفعة تعانق السماء والحمد لله. لن يهربنا طائراتهم أو القصف الجوي لتابع لعملية الكرامة. وكما ننوه أنه الآن قوات حفتر في تقهقر كامل بإذن الله من ناحية عسكرية، ولله الحمد بالنسبة لقواتنا على تم الاستعداد في إعداد المرحلة الثانية التي سوف يعلن عنها بإذن الله في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمهام هذه القوة في هذا المحور، نحن مكلفين من آمر المحور في محور صلاح الدين بعملية اللي هو نقوم بها عملية دعم في حالة تقدم قوات الكرامة في أي محاور محور صلاح الدين، سواء من محور اليرموك أو من محور طريق النهر أو من محور كوربة المصراتي في جماعة الردع أو جماعة النواسي. نقوم بسند هذه القوة في صد هذا الهجوم. وكانت لنا العديد من العمليات أثناء طول الأشهر أو المدة الماضية. الاستراحة متاعنا الحمد لله، نقوم بإعداد الوجبات، بغسل الملابس، بتهيئة أنفسنا في أي طارئ، تجهيز السيارات، تنظيف الأسلحة، تعبئة الذخائر. هذه استراحة المحارب بالنسبة لنا احنا كتوار ومرابطين في هذا المحور وفي هذه الجبهة. الدور متاعنا دور الدعم، يعني في أي لحظة تكون على هبة الاستعداد، سواء في فترة الصباحية أو المسائية أو الليلية، فنحن متواصلون على مدار 24 ساعة. والحمد لله حتى العدو الذي أمامنا كان عندنا أسرى من جماعة بركان الغضب تكلموا عليه محور اليرموك، هل الناس التي فيه هم بشر أم غير ذلك؟ هذه سمعناها منهم، فهمتوا. الحمد لله بالنسبة لعزيمة الشباب، نحن كنا مدافعين عليه مدينة الدولة في 2011، وبإذن الله حنستمر بها لنتحقق، وبإذن الله لن نخذل شهدائنا. كما بدي عن طريق قناة الرسمية وجه كلمة لأخوتنا السياسيين، بنقول لهم اتقوا الله فينا. ما نحن فيه اليوم هو أخطاءكم، هو نتيجة أعمالكم السياسية السابقة. حفتر في الحقيقة كان أسير في تشاد، وهو من قمع الجيش الليبي في تشاد، وهو كان ركن من أركان النظام السابق. حفتر لن يعترض على النظام السابق في الإبادة وفي عدم بناء المؤسسات، بل كان ركن من أركانه. ولله الحمد بالنسبة لنا احنا كثوار، لما قمنا في 2011 قمنا على مدينة الدولة ولا لحكم الدكتاتور ولا لحكم العسكر، ما نقوم به الآن نفس المبادئ 2011 بالضبط تتكرر. وتسمع أخويا في طيران يحوم ويقصف، ومع هذا كله الحمد لله عزيمتنا قوية ولن نتراجع لنحقق بإذن الله هدفنا. بالنسبة للحمة الوطنية الحمد لله الآن فينا من زوارة وفينا من صرمان وفينا من صبراتة وفينا من غريان وفينا من طرابلس وفينا كمان حتى المنطقة الشرقية، ليست منطقة شرقية كلها مؤيدة لحفتر. نعلم أن في 2011 جانا
الشهيد علي حديوت رحمة الله عليه تقبله الله من الشهداء، جاءنا من طرابلس وجاء يستشهد في مصراته. وكما نوه أنه في 2011 الحمد لله كم فرحنا بفزعة أهلنا في منطقة الشرقية، ولما نضنا في مصراته وقام الثورة في مصراته، نتفكر في البداية الأولى كنا نقول بالدم بالروح نبديك يا بنغازي. بعدين طلعنا يسقط النظام وطلعت أقاويل تانية أو كلام تاني فضفاض على ثورة فبراير، لكن في البداية وأنا الحمد لله كنت من بداية التوار في مدينة مصراته، أول كلمة تفكر فيها لما دفننا خالد بشحمة قلنا بالدم بنروح نديك يا بنغازي. والحمد لله أخوتنا في بنغازي دعمونا ووقفوا معنا الحقيقة وقفة راجل في رد طغيان هذه القوات اللي دخلت مصراته، وممكن كان عددها كي الساعة ممكن 11,000 بين عسكري ومتطوع من فضل الله ولأخوتنا في بنغازي في مدنا من الدخيرة في يد العون لنا كانت حتى في الجرحى وفي المعونات الإنسانية من إغاثة. بس الآن للأسف نتأسف ما قامت به المنطقة الشرقية، ليس بجملها بس أغلب القبائل شفنا تأييدهم لحفتر والعميس الكرامة و و و و للأمانة. بس كما قلت في السابق إن الليبيين راهم رحماء راهم بسطاء راهم مذهب واحد، قصدي منافع واصلح فأجره على الله، وهذا اللي بنقوله. والله رسالتي أخوي اسمعين، وأول شيء نهني الشباب، وثاني حاجة نشجعهم ونأيد على أيديهم بمكافحة هذا الحدث، حدث عملية الكرامة وطغيان عملية الكرامة وصد هجومهم والدفاع عن مدينة الدولة وبناء المؤسسات. العالم أجمع يتكلم على الجيش والشرطة، وكأن الدولة تبنى إلا بجيش والشرطة بدون مؤسسات الثانية. هناك تعليم، هناك صحة، هناك زراعة، هناك قطاع اقتصاد. ليش يجبر فيه أني على السلاح سواء في الداخلية أو في رأس أركان متكونت في الجيش وفي الدفاع؟ ونحن اليوم فينا الطالب، فينا المدرس، فينا المهني، فينا صاحب الحرفة، فينا رجل الأعمال، جبرنا على السلاح. الله غالب، كان فرض علينا السلاح بحكم أننا ندافع على أهلنا ووطننا وشرفنا. وهذه رسالتي يا أخوتي، اللي ننصح التوار أو نوجه رسالة للتوار أنهم يأخذوا بزمام الأمور، أنهم يطلعوا بمبادرة ولا يتركوا الساحة للسياسيين اللي ضيعوا البلاد. راهو ما فيش حد قاري برا، رانا من 2011 وتعال جاي ما فيش حاجة اسمها سياسي، من 69 وتعال جاي ما فيش حاجة اسمها سياسي. اللي كان يمارس السياسة كان قداف يعدم فيه، حتى اللي كان حتى أيام الملك لحقهم برا، سمعنا بالكلاب الضالة وسمعنا واحد. ولهذا بنقول لكم راهو ما فيش سياسي في البلاد، راكم تكاكم بالله، راكم تعاودوا نفس الغلطة الأولى، راكم تسلموها لغيركم، أنتم الحل وأنتم سمام الأمان للبلاد. والله أكبر، والله أكبر، لله الحمد. الله أكبر. بسم الله. ها نحن اليوم رجال مدينة زوارة برفقة رجال مدينة مصراتة ومدينة الزاوية ومدينة الزنتان ورجال مدينة طرابلس، ونحيي أهلنا وناسنا جميعا كافة ربوع ليبيا بالعيد الأضحى، ونسأل الله لهم السلامة، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والعافية وبالنصر القريب إن شاء الله. تنمير تنمير تفسكان وأنت مبارك تكون، لا يتبات استماع تمورا ليبيا كون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في استراحة محارب مع نقل لقناة الرسمية بفريق الخاص بكريت كما ادعاه قنوات الكرامة أو قنوات الكرامة في عملية إعلام الحربي. هذا عبد الحكيم عوض، وهذا أيمن شمبيرة، وهذا أيوب خونا من الزوارة. هذا الفريق الخاص بالكورنيت الذي ادعاه. لو تحدثنا قليلا أخي الفاضل أستاذ خبير الكورنيت أيمن شمبيرة على هذه الوجبة. والله شو منقول لكم، دائرين قلاية والأمور طيبة وماشي الأمور، استراحة محارب والمعنويات مرتفعة وما يكتبوش عليكم، عرفت ولا
مقدمين ديما.